دلوقتي هنروح لموضوع آخر، وضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة تم افتتاح فعاليات الخيمة التراثية على هامش ملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات. الملتقى ده بيستهدف تحقيق التنوع الثقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين من 28 جامعة بيمثلوا 36 جنسية. معانا على الهاتف دكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة. يا دكتور أشرف صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير يا حبيبي. يا أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة طبعا احتفالات اليوبيل الذهبي، حضرتك وأعضاء هيئة التدريس وكل العاملين في الجامعة. الله يخليك، متشكر جدا، كل سنة وحضرتك طيبين. يا أهلا بسيادتك وحضرتك بالخير. يا ريت في البداية تكلمنا عن الفعاليات اللي هتعملها الجامعة بشكل عام طبعا ضمن الاحتفالات. طبعا حضرتك عارف إن احنا يعني جامعة المنصورة بدأت سنة 62 الأول كفرع في كلية الطب من جامعة القاهرة، لكن سنة 72 بقى اسمها جامعة شرق الدلتا ثم أصبحت جامعة المنصورة. فإحنا العام ده بنحتفل بالعام الخمسين. كان العام الخمسين ده بيمثل بينا يعني، أو حاولنا نختار سلوجن يتناسب مع قامة بيه الجامعة في تاريخها اللي قبل كده ثم ما هو قادم. وكان كده تمام ان احنا نحاول في هذه الفعاليات ان احنا نخرج من نمطيه الاحتفالات العاديه الى مجموعه من الانشطه والاحتفاليات تؤثر للجمهوريه الجديده وتحاول ان هي تحقق الاهداف التنميه المستدامه كلها، وفي نفس الوقت هي بتطرح نوع من الترفيه او نوع من الانشطه الرياضيه او الثقافيه او 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 وتساعد كمان في رفع الوعي عن رفع الوعي للطلبة. فإحنا يعني عملنا تقريبا أو 20 احتفالية طبعا تحت رعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء، 20 احتفالية قمية، ثم عندنا كمان على مستوى الكليات حوالي 50 احتفالية خلال العام. الاحتفالية اللي احنا بصددها النهاردة هي خاصة بالصداقة بين الطلاب. يعني هو ملتقى احنا جبنا زي ما حضرتك يعني تفضلت وقلت زي ما الصور مبينه ان احنا عندنا تقريبا 500 طالب من كل جامعات مصر، ودي برضو ميزه ان هي جامعات حكوميه على جامعات خاصه على جامعات اهليه، طلبه في المرحله الجامعيه الاولى والمرحله الجامعيه الثانيه يعني في البوست جراد، طلبه مصريين وطلبه وافدين. الوافدين تقريبا يعني احنا يعني اكثر من 30 35 زي ما حضرتك قلت كده جنسيه موجوده. الطلبه دول بيعملوا انشطه مش تنافسيه بين الجامعات، تنافسيه فيما بينهم، يعني هما بيكونوا فرق فيما بينهم في الحاجات الترفيهيه والرياضيه وما الى ذلك. ولكن في نفس الوقت عملنا فيها كمان يعني حاجه للتراث، يعني كان في زي كالتشر داي امبارح، كل الجنسيه عامله يعني بوث ليها وكل واحد بيعرض منتجات بلده وحاجه خاصه ببلده. وحاولنا اول امبارح كان من ضمن الفعاليات جبنا سياده السفير محمد العرابي واتكلمنا عن القوى الناعمه للدبلوماسيه المصريه ولقاء الثقافات. ده كان برضه حاجه مهمه جدا، نحاول نستغل الحدث بحيث ان احنا نزود وعي الطلبه ونحاول نمزج بينهم. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا مستهدف يعني واحد ارساء قواعد الجمهوريه الجديده، واثنين واحنا برضه بنحقق اهداف تنميه مستدامه يعني ال 17. يعني كل حدث من دول لازم هيخدم واحده من الاهداف. الفعاليات مستمره النهارده ان شاء الله وهم هيرجعونا على اخر اليوم. اتمنى ان احنا نكون قدرنا يعني مش مجرد ان احنا عملنا احتفال وبينا دور جامعه المنصوره على مر ال 50 سنه يعني تطلعاتها في المستقبل، ولكن حاولنا ان احنا في نفس الوقت نفيد الطلبه من خلال الانشطه. وصلنا رسائل اعتقد رسائل كويسه. طب يا فندم طبعا يعني كلام هايل اللي حضرتك وضحته لنا، لكن محتاجين نوضح اكتر للساده المشاهدين يا فندم ابرز الانشطه. يعني حضرتك تحدثت انه في انشطه رياضيه وثقافيه، لو تطلعنا على بعض تفاصيل هذه الانشطه، وايضا حابين نعرف من حضرتك يعني ازاي الطلبه اشتركوا في هذه الفعاليه. بصي حضرتك انا يمكن يعني النشاط النهارده ده احنا عندنا خمس محاور اساسيين هنعملها. المحور اساسا خاص بالتعليم، يعني زي ما النهارده ده نشاط طلابي، لكن في عندنا انشطه اخرى خاصه بال
الدراسات العليا، وعندنا خاصة بخدمة المجتمع، وعندنا خاصة بالتحول الرقمي. احنا عندنا مؤتمر يتعمل عن المناخ وتأثيره، وعندنا التغيرات المناخية وتأثيرها، عندنا مؤتمر هيتعمل عن الدور المنظمات او المجتمع المدني في التنمية. عظيم. عندنا حاجات خاصة بيه، ازاي نرفع من الرانك الجامعة الدولية. الحمد لله كل سنة الجامعة المنصورة بتتقدم في الرانك، ولكن هنعمل برضو حاجة زي كده عندنا الأسبوع اللي بعد الجاي، حاجة عن جامعة الطفل وازاي احنا نزود الابتكار عندنا عند الأطفال من خلال ان احنا بنستضيفهم في الجامعة. عندنا حاجة خاصة بيه كمان، ازاي تنمية المواهب، وعندنا حاجة خاصة عن الانترنشيب، يعني كلها حاجة زي ما قلت لحضرتك بتخدمه. النهارده الطلبة يعني يمكن الصور اكيد حضراتكم بقى صورتوا قصة الأنشطة بتاعت الطلاب العادية بقى، ان هم بيتنافسوا مع بعض في العاب رياضية مختلفة، ده موجود. قصة ان احنا الحفلات اللي هي الترفيهية اللي اتعملت لهم بجانب الادوات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، حفلات من كورال الجامعه وحفلات شارك فيها يعني طلبه، وده كان مهم جدا، طلبه من جنسيات مختلفه من جامعات مختلفه دون تنافس بينهم، لان ده احنا مهم، دول جزء من القوى الناعمه بتاعتنا كبلد، هيبقوا كل واحد منهم هيتبعوا مكانه في البلد، وهيفتكر ان هو جه وتعلم في مصر وجه المنصوره هنا وشارك مع زمايله ومع يعني جنسيات مختلفه علشان يؤدي نشاط رياضي، وفي نفس الوقت احنا بنوصل رسائل بتساعد في زياده الوعي زي ما هو الدكتور. عظيم. واعتقد من كل هذه الفعاليات والانشطه اللي بتقوم بيها الجامعه، ده ساهم بشكل كبير جدا في تقدمها دوليا، وبالتالي بينعكس على عدد الطلاب بالتاكيد الوافدين الى الدراسه في هذه الجامعه. اكيد زي ما حضرتك بتقول، ده نوع من الترويج كمان لمبادره ادرس في مصر، ودي واحده من الاهداف اللي احنا حاطينها، لان ده زي ما قلت لحضرتك ده الهدف الرابع الموجود في الاهداف التنميه المستدامه، ازاي احنا نطور التعليم داخل ده جزء منها، ده جزء منها. عظيم. كل تاكيد يا فندم. دكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر.